هل نستطيع أن نقول يا دكتور محمود بأن تلك الأسر السورية التي ذهبت إلى هناك تعرضت للخديعة؟ يعني أحد أحلام عائلات الأسر السورية أو الأسر العربية التي تعاني بعض الشيء من ظروف اقتصادية صعبة داخل بلدانها هي أن تذهب وتهاجر إلى السويد وتستقر هناك، والسويد تحدثت عن دعوة هؤلاء وأنها تفتح أبوابها لاستقبال اللاجئين، وتحدثت بشكل رائع عن اللاجئين ومنحتهم الجنسية، ثم يفاجأ الجميع بمثل تلك القرارات الظالمة والمجحفة. وكأننا نتذكر المثل المصري الشهير الذي يقول الحداية ما بترميش كتاكيت. كيف ترى ما فعلته السويد من خديعة لأمثال هؤلاء اللاجئين؟ هو بالفعل كما تصف أستاذ علاء ما فعلته السويد خديعة. لا أقول أنه يعني لا أبرر هذا أن الجاليات الإسلامية والعربية لم تقرأ يعني الحقوق والواجبات عندهم. أنا يعني ونحن في أقصى الأرض لا نتخيل أصلا أن دولة تفتح أبوابها للاجئين ثم تقول لهم سنسحب منكم أبناءكم فلذة أكبادكم لأتفه الأسباب. يعني لا أقول أن المسلمين والعرب وهذه الجاليات لم يقرأوا هذه البنود، لكن لأنها لا تتخيل أصلا أن تكون في دولة من الدول أن يتم التدخل بهذا الشكل في تربية الأطفال وسحبهم من أبائهم. هذه خديعة لم يكن يتخيلها أب أو أم. استجابوا لهذه الدعوة، دعوة السويد، وهي من الدول التي تتشدق بحماية الطفل ورعاية الطفل. هذه المؤسسة التي هي السوسيال، مؤسسة الخدمة الاجتماعية السويدية، المفترض أنها تحقق العدالة. فأي عدالة في إنزال مثل هذه العقوبات الغير سوية، العقوبات التي هي جرائم في الحقيقة، على أب بسبب حالة اجتماعية أو مادية أو اقتصادية معينة يمر بها؟ أي عدالة في أن يكون مقابل اللقمة طفل بل مجموعة أطفال؟ يعني أدلل لك يا أستاذ علاء على أنها خديعة كبرى. بماذا؟ أن هذا الأب أو هذه الأسرة قد يتم التعامل مع طفل واحد من الأسرة بشيء مما يسمونه العنف تحت ثقافة وتقاليد السويد، ونحن نسميه ربما تربية، ربما عقوبة من الأب الذي له السلطة، الذي جعل الله سبحانه وتعالى له السلطة في تربية أبنائه وإدارة منزله. السويد تعتبر هذا العمل ليس من سلطة الأب وإنما من سلطة السويد على أبناء المسلمين. طيب، إذا كان مشكلة أو حدث معين حصل مع طفل معين، لماذا؟ السؤال لأولئك الذين يبررون أفعال السويد من بعض أبناء الجالية الإسلامية والعربية هناك، مما قرأته حضرتك بالتأكيد في الأخبار اليوم، بعض المؤسسات هناك التي يقوم عليها بعض العرب ممن يقول إنها قانون الدولة وقانون البلد. لماذا يتم أخذ بقية الأطفال؟ لماذا يتم أخذ الطفل الرضيع؟ طالما أن المشكلة في طفل واحد وأنها حدثت مع طفل واحد، ذريعة، مشكلة بسيطة ليس من حق السويد أصلا أن تتدخل فيها، تتخذ ذريعة لأخذ 4 و5 أطفال، أليست هذه خديعة؟